شاركت في مسابقة WWDC والحمد لله فزت من ضمن المميزين، والحمد لله حصل مشروعي على أفضل 3 مشاريع في المسابقة. طبعاً في أكاديمية مطوري أبل قدموا لنا كل الدعم. تخصصي علوم حاسب، طبعاً تلقيت الدعم في الأكاديمية، أهلي دعموني، أمي، أبوي، إخواني، خواتي، أهلي كانوا أكبر داعمين لي ثم الأكاديمية، والحمد لله حققت هذا الإنجاز. في لما قالوا لي إنه إحنا فزنا من 50 كان صراحة أفضل شعور، مرة فخورة بهذا الإنجاز والحمد لله. والله صراحة المنافسة كانت صعبة، لكن ما في شيء مستحيل على السعودي، والحمد لله قدرنا نحقق إنجاز باسم المملكة العربية السعودية. أيوة نعم، أنا إن شاء الله راح أزور، تمت دعوتي لمؤتمر WWDC وإن شاء الله راح أحضر المؤتمر في أبل بارك. الحمد لله قدرت أحقق إنجاز باسم المملكة العربية السعودية، وهذا أكبر فخر أني حققت رؤية سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان، وإني قدرت أني أمثل المملكة العربية السعودية. والله يقدرنا أن نمثل المملكة العربية السعودية خير تمثيل، والمستحيل ليس سعودياً. إن شاء الله الخطوة القادمة أني أعلم أي أحد البرمجة، وإني أساعد أني أحل أي مشكلة يواجهها الناس.